الجنة دخولها لا يكون إلا بالفضل والرحمة، إنما تفاوت المنازل فيها بالعمل. الأصل الجنة لا يدخل العبد ابتداء إلا برحمة الله، وإنما التفاوت في حال دخولها في حال إيش؟ العمل. فالصديقين الأنبياء الشهداء مراتب عليا، حتى جاء في الصحيحين من حديث أمي عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سددوا يعني اطلبوا الصواب والسداد في أعمالكم، وقاربوا يعني لا تتنطعوا لا إفراط ولا تفريط، وأبشروا فإنه لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يقول لك أبشر ترى عملك ما تدخل الجنة بعملك، غريب هذا الكلام. فتعجب قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا هذه الرحمة لآخر أهل الجنة دخولا، أقل منزلة إيش؟ 10 أضعاف مثل ملك ملك الدنيا. شفت هذه الرحمة والعطاء والتدرج فيه؟ في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كم رحمة؟ 100. كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، فجعل الله منها رحمة واحدة في الأرض، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. ما معنى هذا الكلام؟ أن رحمة واحدة من 100 99 خلوها شوي واحدة وسعت كل من خلق الله، إنس وجن وحيوانات، كل خلق الله، كل خلق الله رحمة واحدة وسعته. حتى يبن عصام قال وإن حتى إن الفرس لترفع حافرها، الآن فرس لا عقل لها، جعل الله فيها رحمة في البهائم أنها تشفق على أولادها. قال حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. بالله عليك لو أن قيل لك يوم القيامة همك اللي بتحاسبك، تشعر بشيء من الأمان؟ شيء من الاطمئنان. أنت جايب العيد في الدنيا تدخل عليها تقول يا ما طالب إيش طلبها أنا أخطيت خلاص. لو أنك إن شاء الله مسوي أشد شيء تتصوره، الأم يعني قريبة جدا. نعم قريبة. فإذا قالوا لك حسابك يوم القيامة كمسلم عند أمك، شيء من الاطمئنان يختج. ولا لا، في أحد منكم يشك في هذا؟ إذا كانت الأم أمك هذه الرحمة، أنا شوف إيش كبري إلى اليوم أمي تصل عليك كليت دواك، فأقول أجاوب السكر معي سكر، فأقول لها إيه كليته؟ قالت ترى بعد الحبوب لجيت بها، والله ما زل عليكم بالعمر هذا. وترسل مثل خادمة أمي تعد الحبوب كم نقص منها، أكل ولا ما أكل، إيش الرحمة هذه؟ أنا وش اللي أردت أن أصل إليه؟ ترى أمك أخذت جزء من رحمة واحدة وسعت كل الخلق، يعني كم نسبتها؟ لا شيء. 99 رحمة عند الله يوم القيامة خاصة لأهل الإيمان يوم القيامة. يا رب أنك تميتنا على الإيمان، يا الله يا رب أنك تميتنا على الإيمان والإسلام، عشان تعرفون ما يذخره الله لنا من العطاء والفضل والخير يوم القيامة، شيء ما تصور. فإذا كان هذه جزء واحد أمك تتعجب من رحمته، جزء لا 99 رحمة خاصة لأهل الإيمان. هذا آخر أهل الجنة دخولا، من الذي أعطاه؟ من الذي تدرج معه؟ ترى هو جزء داخل في رحمة الله.